دكتوره نوره، هذه الايام كثرت تقنيات شفط الدهون، فصرنا ما نعرف ايش اللي يفيدنا او ايش الشيء الجديد في العيادات. صحيح، واليوم اخترنا موضوع الكرايولايبوليسيس. رح نتكلم مع دكتوره فاطمه. اهلا دكتوره، كيف حالك؟ اهلا فيكم، كيف حالك انت دكتوره؟ حكينا عن الكرايولايبوليسيس، ايش هو بالضبط؟ كرايولايبوليسيس هي عباره عن تقنيه تكسير دهون او التخلص من الدهون الزائده في الجسم، وهي من التقنيات الغير جراحيه. كرايولايبوليسيس هو واحده من التقنيات اللي متطوره دائما وتساعد على التخلص من الدهون. ايش الفرق بين التقنيات الجراحيه والغير جراحيه زي الكرايولايبوليسيس؟ الجراحيه اللي هي دائما عمليات شفط الدهون المتعارف عليها، قد تكون بالليزر، قد تكون بالفيزر او الالتراساوند او حتى الشفط العادي، وهي دائما نتائجها زي ما تقولي دائمه. يعني الدهون لما تشفط يتم التخلص منها بشكل دائم، لكنها في النهايه هي جراحه تحت تخدير وتحتاج فتره نقاهه ولها شروط معينة عشان يكون المريض يعني جاهز لها. الغير جراحية دائما هي إجراءات تصير في العيادة، ما تحتاج لا تخدير ولا فترة نقاهة، سهلة ممكن تتسوى يعني خلال اليوم وما فيها أي داون سايد. دكتورة، مين الأشخاص اللي يخضعوا لهذه التقنيات الغير جراحية؟ يعني الغير جراحية النتائج الدائمة مع الجراحية. يمكن الكرايولايبوليسيس أو الفريزنج أو التجميد، الأسماء مختلفة، هي الأفضل من غير الجراحي، لأنها تعمل على تكسير الخلايا الدهنية نفسها والتخلص منها. طيب دكتورة، مين الأشخاص اللي ممكن تستفيد من الكرايولايبوليسيس، وذر النساء أو الرجال؟ اللي عندهم يكونوا يعني زي ما تقولي ideal weight ووزنهم مثالي وسووا رياضة وسووا دايت وعندهم شوية زوائد دهنية في مناطق معينة من الجسم، زي ما تقولي الدهون العنيدة، مناطق صغيرة يعني، وما هم حابين الجراحة أو عندهم عوائق معينة ما هم حابين يدخلوا لها، ما يقدروا يسووا تخدير، يكون لهم الأفضل دائما تكسير الدهون أو التجميد. هل في عمر معين؟ يعني مثلا في بنات من سن المراهقة نفسها تعمل شيب معين، تبدأ حين نشوف سنة في التلفزيون في شيب كذا نفسها يكون فيه، تعرف يعني العمر التينز هذولا يعني كل شيء بيغيروه في الدنيا، فأنا أبداً ضد أنه العمر قبل ما يتجاوز سنة 18 أنهم يعملوا أي تجميل بصراحة، إلا إذا كان شيء ضروري. دكتورة، كم جلسة نحتاج عشان أتليست نلاقي نتيجة؟ هي شوفي دائماً يقولوا عن التجميد يعني مفروض أنها جلسة واحدة، بس دائما يحتاجوا جلسة ثانية ممكن ثالثة على حسب. يعني زي ما قلنا إحنا، يعني أنا شخصيا دائما أفضل الرياضة والدايت رغم أنه هذا شغلي، لكن لما يكون شيء صعب أوكي ما يمنع أن إحنا نلجأ للأمور هذه. المشكلة في المرضى أنهم يعني يرجعوا لنفس الستايل من ناحية الغذاء الغير صحي وعدم ممارسة الرياضة، فيرجع فيضطروا مرة ثانية يسووها. لكن بالنسبة للتجميد المفروض أنها جلسة جلستين بالكثير. دكتورة، كونك جراحة تجميل، إيش النصائح اللي تقدري تعطينا إياها أو للأشخاص اللي يبغوا مثلاً يسووا عملية تجميل؟ أنا شخصياً يعني زي ما أقول لك أفضل جراحة التجميل دائماً إذا كانت المشكلة كبيرة، يعني عندك كمية دهون زايدة لكن ما هو وزن عالي، ما هي سمنة ولا هي زيادة وزن مفرطة، في حدود المعقول، لكن تعبتي أسوي دايت أسوي رياضة كسرت دهون. أغلب كثير من المرضى كمان اللي يسووا الكرايولايبوليسيس في عيادتي بيجوا مسويين وما استفادوا، ويشعروا أنها يعني ممكن تكون مضيعة حتى للفلوس والوقت، يروحوا ويرجعوا وما في نتيجة. فدائما الجراحة تعطيك نتيجة دائمة، ولكن دائما أفضل أنها تكون فعلا عند جراح. طب سبب ان هم ما استفادوا لانه ما اتبعوا الاشياء الصح، يعني ما هي مناسبه لهم، يعني كميه الدهون كبيره، احيانا يكون في ترهل في الجلد. الكرايولايبوليسيس ما ينفع اذا كان عندك زياده جلد مترهل او ضعيف، لازم تكون دهون بشكلها. شكرا دكتوره على المعلومات المفيده صراحه، حتى انا كطبيبه يعني مره استفدت، وان شاء الله الجماهير حقوننا استفادوا معنا الليله ان شاء الله. شكرا لك ويعطيكم العافيه، والله يوفقكم ان شاء الله يا رب، وان شاء الله فعلا نكون افدنا الجميع. الله يعافيك دكتورة، شكرا.